السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخ سعيد، كيف حالك؟ على خير. كل الشباب المشاركين، والله كلامك ده الكلام الحقيقة. يعني في تهاون، في تهاون شديد في الإدارة حقت الدعم السريع، وزي ما قلت الشمالية دي لو ما حوشوها احنا في قرب السودان لما نرتاح. والله العظيم شفت الشمالية دي لازم حوشوها. أسلوا حبشوها، أسلوا دقوا شندي ولا دقوا عبرة، بكرة يقول لك دارين مفاوضات الحرب دي بتجي أوروبا كاملة. لكن بهذه الطريقة وبهذا الوضع، يعني زول علي الله يبرك ماشي، كباش يبرك بلا، فشل 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 فشل. والله دي هزيمة عديل. أنا الواحد نفسي في ذاته في الوطن. مرق البرهان مرق، قالوا هو قد دخلت معه معلش الكباش الحين مرق، بكرة العطل يمرق، بكرة الثاني يمرق، وبكرة هنكون في انتكاسات. بس دي والله انا اعتبرها هزيمه للدعم السريع، والاستهوار والعاطفيه مع الجيش ما تصلح ثاني بعد. خلاص يكونوا ناس جادين، والقوه دي قدسوها كلها في محلها. ده الناس ده بكره كان جابوا اسلحه كيماوي الشيء الخرطوم ده كله، وخلاص الدعم السريع فقد كل حاجه الموجوده كلها فقدها. خلاص القوه كلها قدموها علينا في الخرطوم هنا. زي ما قلت اتحركوا على الشندي ده، اتحركوا على عبره، اتحركوا حرروا المناطق دي، ولا يخش مدني دغري، يخش مدني مرة واحدة. ولا الناس ما عندهم مشكلة في الجزيرة دي، لكن المشكلة جت الشمالية دي، أبر والدابر والمناطق دي كلها مخطوطة للدعم السريع. من بكرة ده حرق 600 كروزر يوم واحد، عشان يوم واحد نشيله. والله عشان بده ياخذ معاه ساعات. لكن لا، بس نقول الحمد لله لكل لغاته، النفسيات تعبانة ونفسنا مهزوزة ومهزوزة، الواحد منتهي مرة واحدة. لكن الله كريم إن شاء الله. وجزاك الله خير أخوي سعيد، وإن شاء الله ربنا كتب لنا بسارك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير يا شباب. والله يا جماعة كلام أخونا السيد ده، والله ده أنا بقول صح ذاته، ما دارين نتكلم مشان نكسل الناس، والناس تقول دي ناس ممكن دارين يكسلوا الجاهزية بالشكل ده. لكن والله نحن نقول الله أكبر، الناس شغلها نظيف. لكن والله أصلا الموضوع ده كده فوق الدم، بس أصلا الشغل ده مو ماشي.